ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا مواليد برج القوس. ويلا نشوف القرايه بتاعتكم الفتره دي هتكون عامله ازاي في العاطفه. هنشوف طاقتك وطاقه الشريك. ويلا يا برج القوس نشوف القرايه بتاعتك. ما تنسوش تحطوا اللايك. ويلا نبدا نشوف القراءه بتاعت برج القوس. و انا لسه هقول هشوف طاقتك، فراحت نازله نزل الكارت ده. اوكي هخليه. نشوف طاقه شريكك كمان. طاقه شريكك مش كل ده طبعا. هنشوف طاقه شريكك يا ورد. طيب نزلت بقى، نزلت طاقه شريكك. اوكي دي الطاقه بتاعتك انت، ودي الطاقه بتاعت شريكك. طيب انا شايفك هنا كأنك بتبص على نفسك في المراية، وبتشوف احوالك عاملة ازاي الفترة الجاية دي. كأن شخصيتك الفترة دي في فترة قوة، وكأنك عايز تعمل حاجة جديدة. و الحاجة دي انت عايز توصل لها، فانت حاطط كل تفكيرك فيها. عندك طاقتين اليانج واليانج، ودول طاقة الابداع والتوجيه الفكري. شايفة دماغك مركزة على حاجة معينة، وانت جاهز ان انت توصل للحاجة اللي انت حابب ان انت توصل لها دي. يا برج القوس كأنك في هدف عايز توصل له، في حاجة معينة عايز تعملها ومركز عليها، وبتفكر الفترة دي في حاجة انت عايز تعملها. تعال نشوف بس بعد لما نشوف طاقة شريكك الفترة دي. The garden and the gate، دي طاقة الشريك بتاعك يا برج القوس. شايف شريكك الفترة دي كأنه يا برج القوس شريكك عايز يركز على حاجة او يعمل حاجة، كأنه عايز يجمع فلوس، كأنه خايف من المجهول، في حاجة شغلاه، ولكن هو بيفتح البوابة وعايز يخرج من اللي هو فيه، وعايز يغير من الحالة اللي هو فيها ويتجه لطريق أحسن. ولكن عنده حاجة مخوفاه، كأنه عايز يجمع ثروة، كأنه عايز يركز على حاجة، عايز يكتسب حاجة، فواقف عند البوابة وعايز يفتح البوابة، أو زي ما احنا شايفين فاتح البوابة وعايز يخرج منها. طب تعالوا نشوف بقى الكارتين دول. هو مركز على حاجة عايز يعملها، وانت مركز على حاجة عايز تعملها. تعالوا نشوف ايه الحاجة اللي انتوا عايزين تعملوها يا برج القوس انت وشريكك عاطفيا. نشوف برج القوس عاطفيا. بسم الله. برج القوس نشوف الفترة دي. برج القوس شايفاك يا برج القوس الفترة دي عندك نوع من انواع، يعني انا شايف عندك هنا 7 فونز. كأنك بتتحدى شريكك، وداخلين في مواجهة، وداخلين في صراع انت وشريكك يا برج القوس الفترة دي. في حاجة انت بتتحدى فيها الشريك، او كأنك عامل مشكلة مع شريكك بسببها، والحاجة دي عاملة بالنسبة لكم تحدي في العلاقة واقفة بينكم. شايف عندك يا برج القوس طرف تالت، طرف تالت، كأن في حد بقى، يعني السيناريو هنا اللي انا شايفاه انه في كأن في طرف تالت، او في حد يعني بيخرب عليك بينك وبين شريكك. في حد بيقول لك كلام، او انت بتسمع كلام عن الشريك. حاول يا برج القوس ما تسمعش كلام حد، وحاول ان انت تركز في حاجة او في هدف واحد.
شايفة عند البعض في طرف تالت، في شخصين او حاجتين انت بتفضل بينهم في العاطفة، في شخصين او حدين شخصيتين انت بتفاضل بينهم في العاطفة يا برج القوس، وكأنك بتقول في نفسك انه الشريك اخذ مني حاجة، او الشريك سرق مني حاجة، او الشريك خدعني في حاجة، في حاجة انت شايف انه الشريك خدها منك وخدعك فيها، وده اللي مخليك واقف في تحدي، وواقف ماسك كده العصاية ومستعد ان انت يعني تكمل في التحدي ده. لا، حاول ان انت تشوف ليه بيحصل معاكوا كده، وتحل المشكلة بدل ما الموضوع ياخد حاجة أسوأ من كده في العاطفة، كأنه انت او الشريك في طرف تالت في حياتكم يا برج القوس. شايفاك كأنك عايز تروح مكان، او انت في مكان والشريك في مكان يا برج القوس. شايف عندك كمان طاقة او كارت الامبرور، وكارت الامبرور ده بيقول ان انت لو رجل القوس بتتصرف، المفروض ان انت بتتصرف بحكمة، وبتتصرف بعناية اكتر مع شريكك. طيب، شايفة للعزاب في حد جديد هيدخل حياة برج القوس، العزاب اللي مفيش حد في حياتهم، في حد جديد هيدخل حياة برج القوس، و الشخص اللي هيدخل حياتك ده هيكون بيركز اكتر على شغله، ومفيش في حياته غير شغله، وهيبقى انت بقى ان شاء الله برج القوس. كأنه الشخص الجديد ده في دماغه حاجة او خطط مستقبلية عن شراكاته وشغله، ولكن الشخص ده هيكون عنده ولاء واحترام وحب كبير ليك. ده للعزاب يا جماعة من برج القوس. اللي متزوجين من برج القوس زي ما قلت لكم، شايفة في مشكلة بينكم وبين شريككم، في حاجة عملت بينك وبينه مشكلة. وبالنسبة للمنفصلين، شايفة في طرف تالت هو اللي عمل المشكلة بينك وبين شريكك. انت شايف ان في طرف تالت، على فكرة الطرف التالت ده ممكن يكون حد من العيلة، مش شرط ان يكون حبيب خالص، ممكن يكون اخ، اخت، ام، اب، في حد من العيلة او في طرف تالت عمل مشكلة. بس انا شايفاك يا برج القوس بتفاضل بين شخصين، او بتفاضل بين حدين، او انت اكتشفت شريكك بيقارن بينك وبين حد تاني. شايفة في خداع، كأنه في امر، او انت بتقول انه شريكك ضحك عليك في حاجة او خدعك في حاجة. انت شايف كده يا برج القوس، شايف انه ضحك عليك او خدعك في حاجة، علشان ظاهر عندك ال 7 of swords. طيب، في عرض من الشريك هتقدم لك، في عرض رجوع، عرض محبة، عندك الكينج اوف كاب، في حاجة كويسة جاية لك من ناحية الشريك، و هتحاول انه او هيحاول انه هو يفهمك وجهة نظره، او هو كان يقصد ايه، بعد ما انت هتوضح له او هتواجهه. لان شايفة للبعض وخاصة المتزوجين حصل في بينكم مواجهة، حصل في بينكم مشكلة، وشايفة بعد كده انه الامور هتتوضح، وهيكون فيها انتصارة، وهيكون فيها كأنه في مغامرة جديدة عايز تعملها، في حركة في مكان عايز تروحه. شايفة المكان ده او الحاجة دي ظاهرة عندك قوي وغالبة على الطاقة بتاعتك يا برج القوس. برج القوس شريكك شايفك في طاقة الامبرور او طاقة الامبراطور، شايفك حد ذكي، حد لماح، حد طموح، وهو عارف ان انت بتحبه يا برج القوس. شايفه كمان ذا امبرور، لاحظ انت عندك الامبرور والامبرس، والطاقتين حلوين جدا، و بيدلوا على انه في امور بينك وبين شريكك، وان شاء الله الامور هتتحل وهتدخل السعاده لحياتكم. وشايفة انه العزاب ده وقت مناسب
لوجود علاقة فيه، وفي علاقات جديدة هتبدأ للعزاب برج القوس. وبالنسبة للمتزوجين فانا شايفة ان شاء الله هيحصل تناغم في الأسرة، طاقة الامبرور والامبرس طاقة حلوة جدا، والامور هتبدأ تتعدل وهتبدأ تتصلح وهيرجع التوازن تاني لحياتكم سواء للمتزوجين او للمنفصلين. شايفة في رجوع بعرض ليك يا برج القوس، في رجوع، وشايفة الشريك بيقدم لك عرض وهترجع تسيطر تاني على الأمور، و هترجع الأمور تتحسن أحسن من الأول، وسوء التفاهم اللي حصل بينك وبين شريكك هترجع الأمور تاني تتعدل بينك وبينه. طيب الأبراج، ممكن يكون الشخص ده برج الحمل، برج الثور، برج ممكن يكون ثور جدي عذراء حمل، كمان ممكن يكون من برج الحمل تاني برضو ظاهر. طيب شايفة ايه كمان في العاطفة؟ شايفة للبعض منكم في تكوين أسرة، في لم شمل تكوين أسرة، وفي رجوع، ورجوع تاني للمنفصلين. بأكد ان في رجوع للناس المنفصلة، وكأنه الشريك عايز يديك حاجة او يهديك حاجة يا برج القوس، وعايز السلام يرجع تاني للعلاقة بتاعتكم، راجع بعروض وراجع بسلام. فانا شايفة الامور ان شاء الله هتبقى احسن. وكمان ممكن الشخص ده يكون برج الحمل او الاسد او القوس عشان عندك الايس فونز. شايفة كمان انه كأنه في سفر او في بداية جديدة بينك وبينه، كأنه هتروحوا مكان او الشريك مسافر في مكان وانت في مكان يا برج القوس. كمان عندك الكينج اوف كاب، زي ما قلت لك في كانه في عرض جديد او في حاجه جديده الشريك بيعرضها عليك علشان ترجع له تاني، فحاول ان انت ما تصعبش الدنيا يا برج القوس، وحاول ان انت تتفهم الامور اللي هيقول لك عليها الخاصه بالعاطفه. طيب كمان الشخص ده ممكن يكون الشخص ده برج برضو الميزان او العقرب. الشخص ده اللي في حياتك يا برج القوس شخص حلو جدا، من علامة بقى من علاماته، جذاب جدا، وشغال في منصب او في مكان مهم، وهيرجع يقدم ليك عرض علشان تقبل وترجع للعلاقة بتاعتكم تاني. طيب خليني اشوف لك كارت من كروت النصايح بقى العاطفية، نشوف كارت كده يقول لنا نتعامل ازاي مع الشريك ده، بان انا شايفاه كده ان هو عامل مشاكل وشاكك فيك وكده. خلينا نشوف، خدوا بالكم القراية ممكن تكون عكسية، بس شايفة ان شاء الله في رجوع وفي رجعة للعزاب يا جماعة، في حد جديد للعزاب، في لم شمل، في اسرة بتتكون، المخطوبين ان شاء الله يعني امورهم هتظبط قريب، والمرتبطين نفس الحكاية، في انتصار عندك يا برج القوس، في خبر جاي لك، في نصرة ليك، في نصرة، وفي عندك بداية جديدة ان شاء الله في العاطفة، امورك هتبقى احسن. بس انت يا برج القوس اكتشفت طرف ثالث في حياة شريكك. طيب خلينا نشوف كارت هيقول لنا ايه. كيس اون ارينج. طيب الكارت ده بيقول لنا او بيأكد لنا انه الشريك خدعك في حاجة، في حاجة انت اتخدعت فيها يا برج القوس. تاني بقول في حاجة انت اتخدعت فيها من تجاه شريكك، علشان كده شايفاك انت في طاقة يعني السحر والمرآة، كأنك بتبص على حاجة او حابب ان انت تتأكد من حاجة، عشان كده طاقتك ظاهرة كده. في حاجة خدعك فيها الشريك يا برج القوس، و شايفاك بتاخد قرار غير تقليدي. و
وشايفة انت الدنيا هتفتح معاك وهتاخد قرار صحيح في حياتك وهتبدأ تظبط امورك يا برج القوس، وهتشوف ايه المشكلة دي وهتبدأ ان انت تاخد فيها قرار زي ما قلت لك. وعشان كده انا شايفة انه كأن شريكك عايز يعمل حاجة و كأنه فعلا في حاجة حصلت عشان كده ظهر عندكم الطاقة دي. بس ان شاء الله شايفة في الاخر عندك انتصار انت يا برج القوس. برج القوس دي كانت قرايتك العاطفية الفترة دي، اتمنى يا رب تكون عجبتكم، ولو كنت حد جديد لو سمحت فعل زر الجرس واشترك في القناة علشان يوصلك اي فيديو جديد، يوصلك بيه اشعار، واشوفكم في فيديو جديد.